من الزاويه دي كده كل تقدر تقول عليه ان دي طياره نفاثه، وده اللي تحت ده شكله جايز، ده شكله كده تانك، جايز يكون ده تانك من تانك بنزين، ده مش صاروخ، ده تانك بنزين. تيجي تبص عليه كده هتلاقي في كل اجهزة التانك. ازاي يعمل تانك بره كده وياخد منه بنزين مع ان ده بيبقى بارد قوي؟ بيستخدم تكنولوجيا بتاعت النيتروجين. النيتروجين اللي هو لازم، ان التانك لما يبقى بره كده درجة الحرارة فوق بتوصل حوالي ناقص 50 تحت الصفر، فده لازم يبقى فيه طريقة يتعامل بيها بحيث ان البنزين اللي فيه ما يتحولش لشمع. دي اسمها ميكويان جورياتشي دي ميج ميج عادي. دي الميج مش امريكي، هنسيبها شوية كده لانها دي مش امريكية، دي هنصورها بس نجيب الحاجة المبتدأ.